أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه
الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. شاكرا فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد العليم وحش العلم بمصر والعالم الإسلامي وأدعو فضيلة القارئ العلم الشيخ عباس حافظ علم مصر والعالم الإسلامي ونحن جميعا نشارك العمدة وقاضي العرب الذي أتى إليه الرجال من كل صوب وحدب عم الحج شحت الحصافي في ليلة التكريم لزوجته الغالية أتقدم باسمه وباسم أبنائه وباسم شقيقه الحج عبد العظيم والعائلة جميعا بوافر من الشكر والتقدير لكل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير. فضيلة القارئ الشيخ عباس حافظ أدعوه إلى منصة التلاوة. ويخوانا كان في حد طلب مني عاوز يأذن المغرب ومش عارف هو فين يجي عشان يأذن المغرب بعد سيدنا.